جالك في منطقتك من الحاجات اللي عملت جدل بعد المباراه، مش بعد المباراه دي بس، من مباريات كثيره للزمالك سابقه، زكريا الوردي. انا عايزك تقيم لي زكريا الوردي كلاعب وسط ملعب تقييم منطقي وفني مهم، عشان ممكن الجمهور يقول لك لا زكريا الوردي ده مش فرجاني ساسي، والله زكريا الوردي ده لعيب مش جيد، والله زكريا الوردي ده محتاج صبر. انت بقى الراجل اللي بتشوف بعين مدرب طبعا ولاعب وسط كبير. ربنا يخليك، بس هو انا شايف ان هو بيلعبوه غلط. هو مش هو فعلا فرجاني ساسي اللي هو يقدر يلعب الفريق، لا هو هيلعب ستة. لو لعب ستة هو بيجري كتير، بيعرف يقطع، ساعات التحاماته ساعات كمان مبالغ فيها، مبالغ فيها جدا. انا حاسس ان هو يعني عارف انت شادد نفسه قوي، حاسس ان هو يعني لسه عايز يثبت نفسه وعايز يعمل حاجه للجمهور، فهي دي اللي عامله له اللود جامد عليه. بس هو لعب كويس، لو لعب ستة هيبقى كويس قوي، لو لعب تمانية او اي لا. لا صعب، صعب طيب. خالص، لان هو ما عندوش الامكانيه ان هو يعمل ثرو، يعمل 1 2. الامور صعبه معاه قوي. فاهم.